الأستاذ بدر قرتلو، عضو المكتب المسير لفريق اتحاد تمارة. قرر المكتب الحالي لفريق اتحاد تمارة التعاقد مع اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي السي مراد حديود ابن المدينة من أجل قيادة فريق اتحاد تمارة الباقي من المباريات في هذه السنة. هذه اليوم كما تتشاهدوا هذه الحصة الثانية من التدريب بعد التعاقد مع الدولي السابق مراد حديود. مازال ما شلناش التشكيلة ديالو، أكيد أنه جاء طاقم جديد معاه تيسهر على إعداد اللاعبين، أكيد أنه غيكون عنده تغييرات يعني اختيارات مغايرة للمدرب السابق. هذا لا ينقص من التشكيلة السابقة، ولكن لكل مدرب يعني البصمة ديالو، وغادي نشوفوا في المقابلة القادمة إن شاء الله في مواجهة داخل الميدان مع فريق مدينة اليوسفية يعني أهم ما سيحمله ما ستحمله التشكيلة ديال فريق اتحاد تمارة وأهم التغييرات اللي غادي يجيبها المدرب الحالي. بالنسبة لفريق اتحاد تمارة كنشوفوا أنه تقريبا في الوسط ديال الترتيب، واش كاين شي إمكانية أن نشوفوا فريق اتحاد تمارة في القسم الثاني إن شاء الله الموسم القادم؟ يعني نحن نحتفظ بكل يعني الحظوظ، والفريق يعني إلا شفتوا المباريات السابقة فكان جوج انتصارات تعادل، الهزائم اللي كانت وإن كانت هناك هزائم فإنها لم تكن ب يعني بواحد الفارق كبير، يعني دائما الهزيمة تكون بهدف، يعني يكون في إما في الدقائق الأخيرة أو نتيجة بعض يعني التهاون. هذا تعني أن الفريق يعني تشكيلة في المستوى، لاعبين عندهم من الإمكانيات صراحة ما يؤهلهم للسير بالفريق نحو التأهل للبطولة الوطنية القسم الثاني. شكرا أستاذ، كنتمنوا التوفيق إن شاء الله لفريق اتحاد تمارة. تنتمنوا التوفيق للفريق ديال المدينة، الفريق ديالنا، الفريق ديال المحبين وفريق ديال عشاق مدينة تمارة وعشاق هذا النادي المؤسس لكرة قدم بالمدينة.